رجعنا لكم ومعانا خبيرك التغذيه استاذه مها عطوه. نورتينا. نوره بيكي بجد، شرفتينا ونورتينا اول مره معانا، وان شاء الله مش اخر مره. ان شاء الله عشان تدوقي بقى اكلنا، واحنا اللي بيدوق اكلنا بيرجع لنا. عامله ايه؟ الحمد لله. الاخبار اخبارك ايه؟ احب استغلك كده بقى ايه واسالك سؤال. اتفضلي. إيه ليه الانسان معظم الوقت يعني، او الانسان او معظمنا يعني، بيبقى عندنا شراهه من حيث الاكل ونحس بجوع كده وعدم شبع، وفي اوقات غريبه يعني انا مثلا قاعده دلوقتي ما بعملش حاجه جعانه، طيب انا لسه جايه من بره جعانه، دايما بفكر يعني مش انا كساره، في ناس كتير بتفكر في الاكل قاعده دلوقتي ما بعملش حاجه، طب ماما اعمل لي كده حته فطيره كده محشيه من جوه، حته قشطه كده، ايه الحل في الموضوع ده؟ هو الاصل ان احنا بيبقى عندنا احساس بالجوع على طول، ان انا اصلا بيبقى عندي عادات بعملها غلط. أيوة. زي ايه مثلا؟ ان انا مثلا ما بشربش ميه كتير، الجسم عندنا ما بيفرقش ما بين الجوع والعطش، فانا تلاقيني جسم انا دلوقتي عطشانه، فتلاقيني رايحه على طول حاسه ان انا عايزه اكل، فده سبب من الاسباب، ان انا مثلا زهقانه مش عارفه اعمل ايه، عندي توتر، عندي قلق، الحاجات دي كلها بتخلي عندي هرمون الجوع عندي بيزيد. هرمون الجوع. هرمون الجوع. هو الجوع كمان ليه هرمون. ايوه يعني مثلا مش بتلاقي الناس اللي عندها غده في الغده الدرقيه دي بتلخبط الهرمونات، ومنها الهرمون اللي بيأثر على ان انا يعني ببقى محتاجه ان انا على طول جعانه وعايزه اكل. ايوه. ان انا مثلا باكل في اوقات غلط، تلاقيني طول اليوم ما باكلش واجي اكل مثلا بالليل، اكل نشويات، النشويات دي برضو بتعلي سكر الدم قوي وترجع تنزله قوي، فبحس بسرعه بالجوع. يعني انا دلوقتي لما باجي مثلا ببقى عايزه اكل مكرونه والاقي نفسي كلت طبق مكرونه محترم، النشويات دي بتعلي سكر الدم بسرعه قوي، فبشبع بسرعه، بعد شويه نفسي جعانه بزياده، ينزل ينزل السكر جامد قوي، فتلاقيني حسيت بالجوع تاني، غير لما اكل بقى بروتين والياف بيقعد في المعده اكتر، فبيحتاج لهضم اكتر، فبالتالي بيحسسني بالشبع لفتره اطول. لكن انا مثلا اكل نشويات، اكل بالليل، ما اشربش ميه كتير، كل الحاجات دي، قله النوم عامه، اللي بينام اقل من 8 ساعات بتلاقيه على طول ايه بيحس على طول ان هو جعان. ايوه. غير ان انا لما اكون نايمه مثلا 8 ساعات. طب ازاي الاكل ازاي البني ادم يتحكم ان هو ما يحسش طول الوقت ان هو جعان؟ يعني هو تقريبا نفس السؤال، بس انا يعني عايزه اقوله لك اني انا مش عايزه احس بالحرمان، انا دلوقتي عايزه اكل من غير ما احس ان انا محرومه من الاكل. اصل موضوع الحرمان ده بيبقى صعب قوي. ما هو انا اول حاجه هعملها ايه؟ ان انا هبتدي اقسم الوجبات اليوم عندي، ابتدي اكل كمان، ان انا لما اجي اكل ما اكلش كميه مره واحده، السرعه في طريقه الاكل كمان بتخليني ان انا مثلا ايه عقبال ما المعده تدي اشاره للمخ ان انا حسيت بالشبع، طبعا انا باكل بسرعه محتاجه مثلا ثلث ساعه عقبال ما ادي اشاره للمخ ان انا شبعت، الناس اللي بتاكل بطريقه سريعه دي برضو بتلاقيها على طول جعانه، ما بتشبعش بسرعه، بتضطر ان هي تاكل كميات اكبر، ما بشربش ميه كتير، زي ما قلنا ان الجسم ما بيعرفش يفرق بين العطش والجوع. ايوه تمام. ان انا مثلا ما في عوامل مساعده، يعني في عوامل طبعا عوامل مساعده، واللي هي اصلا انا جايه اكلمك فيها النهارده اللي هو كورس بتاعنا، كورس الاناسيليوم. كورس الاناسيليوم ده من العوامل المساعده للناس اللي ما عندها مثلا مشاكل، انا مش عارف، انا عامه مش بعرف اعمل دايت، بحب الاكل، باكل سكريات كتير، على طول شهيتي مفتوحه، فالناس اللي يعني ما بتبقاش قادره تعمل الحاجات دي، فانا بديها العامل المساعد اللي هو كورس الاناسيليوم اللي انا جاي اكلم حضرتك فيه النهارده. مين. اللي هو عباره عن قشور سيليوم. ايوه. القشور دي بتعمل ايه؟ بتنفش عندي في بتنفش عندي في المعده، كل ما اشرب ميه بتديني حيز في المعده، بحيث ان انا بدل ما هاكل كميه كبيره هاكل كميه قليله، وبحس بالشبع، وبيديني فتره شبع ما بين من 6 ل 7 ساعات ل 12 ساعه على حسب طبعا طبيعه الجسم. ده اول حاجه معانا كورس الاناسيليوم، غير انه طبعا بيزود الحرق معانا 4 أضعاف. تاني حاجه معانا اللي هو الماجيك بوكس. الماجيك بوكس ده فيه القهوه الخضراء والمانجو الافريقي والجارسينيا كامبوجيا، طبعا كل الحاجات دي اللي فيها انتي اوكسيدنت، يعني ما بتخليني بشرتي ما تتعبش، شعري ما يتعبش، الحاجات دي. وكمان بتزود معايا الحرق وبتركز على مناطق، يعني انا لما اجي اخس عندي مناطق كده ما بتنزلش معايا، فالمناطق دي بيركز عليها الماجيك بوكس وبينزلها، بيحول الدهون المعقده لدهون بسيطه وبينزلها معايا مع الجسم. وبعد كده في معانا الفينال اللي هو اصلا يعني مهمته الاساسيه اللي هو بيثبت معايا الوزن، يعني انا مجرد ما اخد الكورسين دول انا هثبت الوزن، الوزن هيثبت معايا، وغير كمان ان هو بيزود في الكروميوم اللي بيحول الدهون لطاقه، ويعني بيحرق معايا الدهون ويحولها لطاقه. طب وكمان بيخلي الدهون النهارده معانا عروض.
طبعا معانا عروض، معانا ثلاث عروض. لو العروض حلوه تحب الفطيره بقى بالحليب والسكر، ولا بقى لو العروض حلوه ودخلت دماغي اخليها مكسرات؟ اكيد طبعا. طب قولي لنا كده على العروض. ايه العروض؟ معانا عرض الشهر اللي هو فيه الاناسيليوم، تمام، عليه 40% وكريم بشره، وعرض الشهرين اللي هو الاناسيليوم والماجيك بوكس عليه تخفيض 50% وكريم شد ترهلات وفيتامين دي. ومعانا عرض الثلاث شهور اللي هو الاناسيليوم والماجيك بوكس والفينيل، ده ب 70% ومعاه كريم شد ترهلات وفيتامين دي. غير طبعا المتابعه مجانيه والشحن مجاني لجميع. حلو قوي الكلام ده. يعني احنا معانا عرض ثلاث عروض. عرض ايه بقى اول عرض؟ عرض الشهر الاناسيليوم، تمام، والعرض الثاني الماجيك بوكس والاناسيليوم، ايوه، وعرض الشهرين والعرض الثالث عرض الثلاث شهور. عرض الثلاث شهور وكل العروض دي معاها التوصيل مجانا والمتابعه مجانا. التوصيل مجانا والمتابعه مجانا. حلو قوي الكلام ده. احنا كده بقى هنعمل ايه؟ احنا هنحط حليب وسكر ومكسرات كمان. طب انا عايز اسالك سؤال بقى بصراحه مطلقه، الكورس بتبدا نتيجته تظهر امتى؟ يعني انا دلوقتي اخدت الكورس، تبدا بقى نتائجه والحلوه تبان امتى؟ انا عايزه اقول لك في ناس خست معانا من اول اسبوع اسبوعين ما شاء الله، من 5 ل 6 كيلو، طبعا على حسب طبيعه الجسم، على حسب انا مثلا ماشيه بنظام صحي معاها او لا برضو. ايوه، في ناس هو بيسد معايا الشهيه، بيزود معايا الحرق، فانا من اول اسبوع بنزل ممكن 4 5 كيلو 6 كيلو كمان. يعني انا سامعه ان في ناس، يعني هو بينزل في الشهر من 10 15 كيلو ما شاء الله. انا سامعه ان في ناس من اول اسبوع نزلت في الوزن. ايوه صح. طب خلاص، لا ما دام العروض الحلوه دي، يعني الاستاذه جايبه لنا ثلاث عروض وهدايا. لا انا بصي بقى ايه، ازود لك لبن؟ لا بجد بقى، ازود لك لبن وازود لك ايه؟ سكر بودره، واحط لك مكسرات تستاهلي بصراحه. طيب زي حضرتك قلت لي دلوقتي ان الكورس بتاعنا امن. ايوه طبعا امن، لانه كله مواد طبيعيه ومصرح من وزاره الصحه، يعني ما فيهوش اي مواد كيميائيه تماما يعني. يعني الكورس بتاعنا مصرح من وزاره الصحه. كله ألياف طبيعيه وفواكه طبيعيه، كلها حاجات مفيده ومليانه انتي اوكسيدنت. فبالعكس بتزود معايا طاقه، بتديني نضاره في البشره، ما بتسببليش مثلا تساقط في الشعر، فهي امنه تماما، وبتتاخد من اول سن البلوغ 12 13 سنه لحد حالا. بتتاخد من سن البلوغ من 12 13 سنة لحد اي سن بقى؟ اي سن، يعني رباعيه. كل الامراض المزمنه، يعني الناس اللي عندها سكر، ضغط، قلب، اي ناس عندها ادويه بتتاخد عادي، ما بتتعرضش مع الادويه بتاعتها. يعني الستات الكبيره اللي بتتابعنا وشايفانا في سكر في ضغط، ما تخافيش، جربي الكورس. الكورس فعلا امن ومصرح من وزاره الصحه، ومش محتاج معاه رياضه. الكورس لوحده هو اصلا بيزود الحرق معايا، يعني بس برضو لو عملنا رياضه او عملنا نظام صحي كويس طبعا الكميه اللي انا هقلها في الوزن هتزيد طبعا معايا. يعني انت كده كده بمجرد ما تاخدي الكورس، على فكره احنا معانا دلوقتي، كان معانا على الشاشه دلوقتي التصريح بتاعنا، الكلام اللي احنا بنقوله ايه؟ ان انت كده كده هتنزلي في الوزن. طيب انا ممكن انزل في الاسبوع وزني كتير، لو عملت ايه؟ لو قللت املاح، لو قللت سكريات، لو لعبت رياضه، هنزل حاجه مش متوقعه. زي ما احنا دلوقتي لما بنشوف ريفيوهات بتجي لنا، واحد اخس 30 كيلو في شهرين، في واحد تاني اخس 15 كيلو في شهرين. هو انت كده كده هتخس، انت بمجرد ما تاخدي الكورس كده كده هتخسي، هو كده كده بيعلي الحرق وكده كده بينزل في الوزن، لكن لما انت تمشي على النظام صح هتنزلي حاجه مش متوقعه طبعا. طيب انا دلوقتي مش قادره العب رياضه، ولا يهمك، ما تلعبيش رياضه كده كده ايه وانتي قاعده على الكنبه، صح ولا غلط؟ ايوه صح. عشان انا في واحده قالت لي انا فعلا مش قادره اتحرك، واخدت الكورس ونزلت 3 كيلو ونص في اسبوع، وهي كمان عندها 51 سنه، فدي حاجه، لان كمان كبار السن اصلا كل ما بنكبر الحرق عندنا اصلا طبيعي بيقل. يعني 3 كيلو ونص في اسبوع لحد سنه كبير. حد سنه كبير وخلاص، ان انت اصلا الحرق عندك قل، فحاجه جميله جدا. ايوه طبعا. طيب احنا هنقول تاني العروض والخصومات. معانا عرض الشهر اللي هو الاناسيليوم عليه تخفيض 40% ومعاه كريم بشره وفيتامين دي. عرض الشهرين الاناسيليوم والماجيك بوكس عليه تخفيض 50% وكريم شد ترهلات وفيتامين دي. معانا عرض الثلاث شهور اناسيليوم ماجيك بوكس فينيل عليه تخفيض 70% وكريم شد ترهلات وفيتامين دي. حلو قوي الكلام ده.
انتي احلى. حلو الكلام ده وحلو العروض وحلو الخصومات، وطبعا تقدروا توصلوا على العروض والخصومات بتاعتنا وعن المنتج بتاعنا عن طريق الارقام الموجوده على الشاشه، الاتصال العادي او واتساب، كمان عن طريق الاثنين بيج بتوعنا وان دايت ودايت لايف. صح؟ ايوه صح، وعنا كمان ارقام على الواتساب، يعني مش عايزه اتصل ممكن اتصل بيهم على الواتساب عادي، عن طريق محادثات عادي، انا مش قادره اتصل ممكن اتصل عليهم، ادخل على الصفحه وان دايت دايت لايف، هيردوا عليهم طبعا في اسرع وقت. واحلى حاجه ان المتابعه مجانيه. عايزه اقول لك ان اللي بيردوا عليكي ومتابعينك زي الاستاذه حاجه، يعني صح ولا غلط؟ صح طبعا، بيردوا ويتابعوا والدنيا بتبقى كويسه جدا. يعني احنا شفنا الريفيوهات كل مره بنشوفها بتكون قد ايه لطيفه، عامله ايه يا حبيبتي، عملتي ايه، نزلت كذا، بتكون في متابعه حلوه قوي، مش مطالب منك ان انت تسيبي كل اللي وراكي وتروحي تقعدي في عياده الدكتور غير طبعا وتدفعي فلوس. ايوه لا، انت في مكانك على الكنبه، الو واتساب، ايوه حصل كذا، حصل مثلا كذا. انا وزني قد ايه، طولي قد ايه، باكل ازاي، بيساعدوهم برضو بيدوهم نظام صحي على حسب انا باكل ازاي، بعمل رياضه او لا، كل الحاجات دي برضو كل واحد ليه بنبعت له الكورس المناسب لحالته. وبتاكلي كل اللي انت عايزاه، شايف الحاجات اللي انا عاملاها دي، بتاكلي كل اللي انت عايزاه، بتاكلي كميات اقل شويه، بتاكلي كميات اقل جدا، يعني حاسه طبعا بالشبع، يعني مش انا هحرم نفسي وهبقى قصدي. ايوه مفيش احساس بالحرمان، انت بتاكلي اللي انت عاوزاه ومش قادره، يعني انا قدامي الطبق ده انا بلاقي نفسي كلت الكوارتر ده. ايوه انا مش قادره طبعا كان. انا عندي دلوقتي هو نفش معايا في المعده، فانا عارفه نفس عمليات اللي هي بتاع بالون المعده، تحويل المسار، الناس دي برضو بيبقى في معدتي اصلا هي مليانه، انا مجرد ما اكل حاجه بسيطه خلاص، لا انا كده شبعت، فمش محتاجه اكل تاني ولا محتاجه احرم نفسي اصلا. حلو جدا. يعني الكورس بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، في معانا عروض وفي معانا خصومات، والكورس بتاعنا امن من وزاره الصحه، وكل الحاجات دي تناسب كل الاطفال، داخلين على مدارس، الولاد بيتنمروا عليهم في المدرسه، مناسب. ايوه طبعا، لان طبعا كل مكوناته طبيعيه 100%. يعني وزي ما انتم شايفين التصريح موجود معانا، احنا دايما بنحب نظهر التصريح ونوريه للمشاهدين عشان يعرفوا ان الكورس بتاعنا مصرح وامن، ما فيهوش اي اعراض جانبيه. يا جماعه مش زي الكبسولات اللي موجوده في الاسواق، ان احنا مجرد ان احنا بناخد كبسوله مش عارفين. ايوه انا مش عارفه ايه مصدرها، بتاثر على مجهولة المركز. ايوه طبعا تمام. اصلا الحاجات اللي بناخدها من بره دي ممكن تعمل لنا مشاكل، في ناس بتجيلها سكته دماغيه، يجيلها مشاكل في القلب، بتعمل مشاكل كتيره جدا، مش بس مجرد ان هي انا باخد دواء كده انا مش عارفه هو ايه، بيأثر على المخ، كل الحاجات دي بتأثر علينا طبعا. يعني مش حاجه مجهوله المصدر، حاجه مصدرها معروف وحاجه امنه، اعشاب، اعشاب بس مش الاعشاب اللي احنا بنجيبها من عند العطار وقت التراب رايح عليها وجاي والحاجات اللي طايره عليها وجايه. أيوة معموله بكميات وبنسب معينه طبعا، عشان أيوة كل حاجه لا ايوه ونسب وتركيز معين، وحاجه معقمه لحد عندك بالتركيز الـ المناسب لجسمك والكميه المناسبه لجسمك، وانت قاعده مكانك الكورس بيخليكي تاكلي اللي انت عايزاه بدون ايه؟ بدون حرمان. وزي وغير كده ان انا بحرق طبعا بكل سهوله، يعني من غير ما اتحرك. الناس اللي عندها خمول في وظائف الغده الدرقيه ولا عندهم مشاكل في الغده الدرقيه، يعني جربوا جربوا ان شاء الله هتنبهروا زي كل الناس اللي جربت معانا وانبهرت معانا. ياسمين، الو يا ياسمين. الو، ازيك يا شيف ساره، عامله ايه؟ اهلا اهلا، منوره الدنيا حبيبتي، نورك. ايه الحلويات والاكل الحلو ده؟ شفتي؟ عايزين بقى من الحلو ده كتير، بس انا عايزه اسال الدكتور بقى ان انا اكل اتفضل. الحلو ده وينفع اخس؟ اتفضلي. بتقول لك ينفع اكل الحلو اللي طالع من الفرن الجبار ده وينفع اخس؟ طبعا وانا كمان هاكل ينفع جدا طبعا. طبعا عندي سؤال بقى يا دكتور، انا اتفضل. طول اليوم ببقى في الشغل وطبعا ما باكلش اي حاجه عشان طبيعه شغلي، مش بعرف افضل ان انا اكل اي حاجه، بروح بقى اكل اي حاجه موجوده في الثلاجه، فانا مش عارفه اعمل ايه في الحل ده، عايزه حل دلوقتي. هي عايزه حل دلوقتي. هي بتروح من الشغل الصوت مش وبترجع تبقى عايز تاكل كل حاجه. يعني انا عايزه اقول لك ان كل دلوقتي بيقول انتوا عمالين تتكلموا عن التخسيس ومطلعين جلاش بالعسل. يا حبيبتي ما انت هتاكلي حته قد كده وهتبقي مش قادره تكملي، ما هي القشور بتنفش في بطنك، صح ولا ايه؟ ايوه طبعا. فانت خلاص اكلتي اللي نفسك فيه، وفي نفس الوقت يعني انا مش هعمل حلو للولاد علشان انا مش هاكل منه، لا اعملي. بس انت هتلاقي نفسك ايه؟ بتشبعي بسرعه، صح ولا ايه؟ ايوه طبعا، ما هو الكورس ده هيناسبها لان هي اصلا بتقول بتحب، انا ما فهمتش هي بتكون فين يعني، بس عامه هو بيخليها خلاص بتحس بالشبع ومش محتاجه تاكل الكميه اللي هي بتاكلها يوميا يعني. ايوه.
وطبعا لازم تشرب ميه كتير، لان كل ما نشرب ميه الـ 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 القشور دي بتنفش في المعده. أيوة. وبتاخد لي حيز في المعده، فما مش بحتاج ان انا اكل تاني. ايوه. طيب ايه رايك نيجي نفكرهم بالخصومات بتاعتنا؟ احنا دايما بنحب ايه نقول ونكرر في الخصومات، لان انت دلوقتي لسه بتفتحي التشانل دلوقتي، فايه اللي حصل انت بتفتحي دلوقتي؟ نعرفك كل شويه ونقول العروض والخصومات الجميله بتاعتنا. معانا ممكن تقول لنا العروض تاني؟ طبعا. اتفضلي. معانا عرض الشهر اللي هو الاناسيليوم عليه تخفيض 40% وكريم بشره وفيتامين دي، ومعانا عرض الشهرين اللي هو الاناسيليوم وماجيك بوكس عليه تخفيض 50% وكريم شد ترهلات وفيتامين دي، ومعانا عرض الثلاث شهور عليه تخفيض 70% اللي هو الاناسيليوم والماجيك بوكس والفينيل، ومعاه الكريم فيتامين دي وكريم شد الترهلات سوري وفيتامين دي. ما هو الحاجات الحلوه دي ده غير ان المتابعه مجانيه وال الحاجات الحلوه دي لعيونكم على العروض الجميله دي. وانا هكمل لك. هي مقلقه مني، هي عايزه تقول اللي انت بتعمليه ده ازاي. بس انا يعني زي ما انتم بتقولوا احنا بنعمل ايه؟ بناكل وما بنتخنش، بلس ان احنا كمان بنخس. وزي ما قلت الحلو دايما ده، حضرتك عشان اول مره تيجي معانا، احنا يوم الاثنين ده يوم الحلو بتاعنا. انا عشان ببقى موجوده سبت وحد واثنين فقط، فالحلو ده احنا بنعمله يوم ايه؟ انا عارفه ان دلوقتي بترد. انا عشان كده جايه لك النهارده عشان عارفه ان انت بتعملي حلو. انت عشان حلوه، الحلو للحلو طبعا. اللي حلو. وهحط دي دلوقتي قدامك وايه؟ وهتقولي رايك على الشاشه بكل حقيقه. ممكن نعرف بقى التوصيل ازاي؟ التوصيل عن طريق الارقام اللي موجوده معانا في الشاشه، اتصال عادي او واتساب، او عن طريق صفحتنا على الفيسبوك وان دايت ودايت لايف. حلو الكلام ده. التوصيل مجاني اللي هو طبعا المحافظات طبعا جميع المحافظات مجاني، والمتابعه مجانيه. كل ده لاول أول 100 متصل. لأول 100 متصل، يعني أول 100 متصل دلوقتي هتتصل على طول، هنرد عليك وهنقول لك إن إحنا معانا ثلاث عروض. عرض الشهر وعرض الشهرين وعرض الثلاث شهور. طبعًا ومعاهم كل الهدايا اللي الأستاذة قالت عليها، بلس بقى كمان إن إحنا معانا التوصيل مجاني والمتابعة مجانية. وزي ما قلت لكم تقدروا توصلوا للكورس، أنتم الأرقام الموجودة على الشاشة دلوقتي تتواصلوا معاها، إحنا موجودين معاكم للرد. اتصال عادي وكمان على الواتساب، ومعاكم الاثنين بتوعنا وان دايت ودايت لايف. فكلموا هتلاقونا ايه؟ موجودين. هنرد عليكم، نرد وناخد استفساراتكم. وطبعا كل حاجه وليها متابعتها، صح؟ يعني مثلا دلوقتي لو واحده وزنها 60 كيلو يناسبها الكورس، غير لما يكون واحده وزنها اوفر. كل ما الوزن بيزيد طبعا بياخد الكورس الاكبر طبعا، يعني الناس اللي محتاجه مثلا من ممكن من 5 10 كيلو بياخد الاناسيليوم، بس الوزن بيزيد اكتر هيناسبه لثلاث شهور مثلا او شهرين. فكل وزن، عشان كده لازم نسالهم وزنك قد ايه، طولك قد ايه، بتعمل ايه كده، يعني الحاجات دي كلها على حسب ما هو بيبعت لي، انا ببعت له الكورس المناسب لحالته. ايوه حلو الكلام ده. يعني وزي ما احنا قلنا اصحاب الامراض المزمنه، سكر ضغط كل الناس دي ممكن تاخد الدواء بكل امان، مفيش اي مشكله، ومش هيتعارض كمان مع الادويه اللي هم بياخدوها ابدا يعني. ولو انت حاسه ان عرض الشهرين اقوى شويه من عرض الشهر، مفيش مشكله، انت وصاحبتك. لا هو ما ينفعش انت وصاحبتك، لان ليه؟ هو عرض الشهرين ده مش نفس المنتج، مش نفس البرودكت. فاللي هو ايه، انا مثلا باخد الاناسيليوم مع اللي هو الماجيك بوكس ده، باخد كبسول وكبسول، دي يوم ودي يوم. تمام. عشان طبعا انا يعني هتقولي لي ما ياخدوهوش ليه اصلا كلهم في شهر واحد، يعني أيوه. كلهم مع بعض، لان برضو انا بخدع الجسم ان هو ما يتعودش على دواء معين. فانا باخد الاناسيليوم ده وظيفته ان هو بيديني حيز في المعده، وغير ان هو بيزود معايا الحرق. الماجيك بوكس بيركز على مناطق التكتلات الدهنيه وبينزلها معايا برضو، وبيزود معايا الحرق، لانه في زي ما قلنا الجارسينيا والمانجو الافريقي والالياف كلها طبيعيه. بعد ما بخلص بقى الشهرين اللي هو باخد كبسوله الصبح، يعني الكورس طبعا الاناسيليوم والماجيك بوكس هيكفيني شهرين. مجرد ما اوصل للتارجت ويت اللي انا عايزاه، هبتدي بقى اخد الفينيل اللي هو بيثبت معايا الوزن. انا خلاص وصلت الوزن اللي انا عايزاه كده، انا هثبت الوزن، وكمان بيزود معايا الحرق، وبيحول طبعا الدهون يعني اللي في جسمي لطاقه، وبيخلي
الجسم ما يمتصش الدهون اللي في الاكل. يعني طبعا كل برودكت كل برودكت حاجه لوحدها يعني ما ينفعش انا وصاحبتي مثلا اخد الكورس لثلاث شهور. يعني معنى كده ان كل واحد بيناسبه حاجه فلا مش هينفع. فهو معمول مثلا الناس اللي عندها اوزان كبيره مثلا. الاوزان الكبيره ممكن تاخد الثلاث شهور. احنا هنطلع فاصل دلوقتي وهنرجع لكم واحنا بنكمل بقى الحاجات الحلوه بتاعتنا ومكملين مع بجد مبسوطه بيكي قوي. والله انا نوراني والله. فاصل ونواصل. ورجعنا لكم مع استاذه مها منوراني منوره ومع كل الحاجات الحلوه النهارده. عايزين بقى قبل ما نخش في الريفيوهات اللي انا بموت فيها اللي بتشرح لنا قد ايه الناس بتنزل في الوزن وقد ايه احنا متابعين، عايزين نعيد تاني العروض والخصومات اللي هي بصراحه اقرب حاجه لقلبي ان احنا عايزين نجرب، بس البادجت علينا بيكون غالي يعني التكلفه بتكون غاليه، فاحنا بقى بنعمل ايه؟ لما بيكون في عروض بيبقى يلا جربي. طب انا دلوقتي لما اطلب حاجه التوصيل بيكون غالي في محافظه في حته بعيده ده بيوصل، لا احنا عندنا مجانا. طب ما انا لسه بقى هروح واجي عشان اتابع، لا المتابعه مجانيه. فممكن تقولي لنا العروض تاني يا استاذه مها؟ طبعا، واحنا عايزين كل الناس تخس معانا فعشان كده عاملين ثلاث عروض. اول عرض معانا اللي هو الاناسيليوم عليه تخفيض 40% وكريم بشره وفيتامين دي، وعرض الشهرين الاناسيليوم والماجيك بوكس عليه تخفيض 50% وكريم وكريم شد رهولات وفيتامين دي، ومعانا الثلاث شهور اللي هو الاناسيليوم والماجيك بوكس والفينيل عليه تخفيض 70% ومعاه كريم شد الترهلات وفيتامين دي، ده غير ان المتابعه مجانيه والشحن مجانا لكل محافظات مصر. حلو الكلام ده جدا، يعني شايفين العروض والخصومات يعني مفيش احسن من كده. احنا بنقول لكم بس خسوا يعني اتصلوا بينا بس واحنا نبعت لكم اللي انتوا عايزينه، وبنوريكم ان الاكلات دي كلها بنعملها وقدامكم الاخصائيين والخبراء والدكاتره بياكلوا منها قبل ما بيروحوا. يلا بينا على الحالات قبل وبعد. نشوف الحالات. اول حاله معانا حضرتك بقى تقولي لان انا مش شايفه. دي حاله معانا خس اهو 22 كيلو في شهرين ونص. ايوه. يعني بصي حتى شكل الجسم الدهون الموضعيه اللي كانت عنده في بطنه مش موجوده في الصوره الثانيه. ايوه طبعا الوزن الجسم واضح جدا، يعني الشكل فرق جدا. انا دلوقتي شايفه يا جماعه جداً. الاول ما كنتش شايفه، الكاميرا كانت هنا فالكاميرا جت كده فانا شايفه جدا. 84 بقى 68 يعني خس 16 كيلو اهو في شهرين، برضو الدهون الموضعيه اللي عنده في البطن مش موجوده في الصوره الثانيه اللي هي والتسدي برضو. كل الجسم عامه كله شكله متغير، يعني شايفه هنا الشكل عامل ازاي وهنا الشكل عامل ازاي. الناس اللي بتقول ان كيلو الدهون بيكون يعني كيلو الدهون لو ما انت تشتري كيلو من الدهون بتلاقي كيلو الدهون كبير قوي كده، لكن كيلو اللحمه بتلاقي قد كده لان الدهون بتكون كبيره، فالكيلو واحد بيفرق. تخيلي بقى مع اول 5 كيلو بينزلوا، فانت بتحسي قد ايه بالفرق. زي في الصوره كده معانا كان قبل 85 هو دلوقتي 68 يعني خسر 17 كيلو في شهر ونص. حلو الكلام ده. حلو. برافو 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 للكورسات الجميله بتاعتنا. كانت 100 كيلو كانت 100 كيلو بقت 83 دي خسرت 17 كيلو في شهرين. لا ده كده بتتدلع برضو يعني مش يعني المفروض هو الكيلو بيخسس معانا من 10 15 كيلو، يعني ممكن توصل ل 30 كيلو في شهرين. تخيلوا 15 كيلو من الدهون. يعني الناس اللي مثلا لما بتروحي عند جزار وتشتري اللحمه بتشوفي ان اللحمه بتكون قد كده لكن الدهون بتكون كبيره جدا، فتخيلي بقى الخمسه كيلو الاولانيين دول لما بينزلوا انت بتحسي بشكل ونزلتي دهون من جسمك. ده غير طبعا ان انا يعني عارفه الناس اللي بيبقى عندها مثلا مشاكل يعني بيجي لها اختناق بالليل. المفاصل انا كل وزن زياده ب 4 كيلو على المفاصل بتجيب لي هشاشه في العظام، بتعمل لي مشاكل كتيره صحيه، يعني بتجيب لي مرض السكري من النوع الثاني. الحاجات دي كلها بتبقى اصلا سببها السمنه، فانا ليه مش بس مشكلتي ان انا عايزه اخس وخلاص، لا انا مش عشان شكلي، لا عشان صحتي كمان، لان السمنه دي سبب في امراض كتير جدا احنا في غنى عنها. يعني انت بمجرد ما بتخسي بتلاقي ان خلاص الرقبه اللي كانت بدات توجعك ريحت. مجرد الفقرات اللي في مش قادره تقفي وانت حتى بتغسلي المواعين. ده انا بشوف ناس
بتغسل مواعين وهي متنيه مش قادره، مش قادره تعمل حاجه، ده كل ده بسبب السمنه وزياده الوزن الزياده. كل ما تنزلي كل ما بتفوقي، كل ما بتنزلي كل ما بتفوقي، بتحسي ان انت اتولدتي من جديد من الدهون الكتيره اللي عماله نجيب شويه كده ونجيب شويه كده. صح، طبعا ده غير الحركه والخفه والمشاكل كلها اللي بتبقى عند الواحد اللي عنده مرض سمنه، دي بتبقى مش موجوده عند الانسان اللي وزنه اقل طبعا. ففي امراض كتيره سببها بتبقى السمنه. يعني انا لا هعرف اتحرك ولا هعرف اخد نفسي زي الناس ولا ممكن يجي لي سكر، امراض في القلب، سكته دماغيه، سكته كل ضيق الشرايين، كل الحاجات دي بتبقى سببها اصلا السمنه. وزي ما انتم شايفين احنا جايبين لكم عروض وخصومات وهدايا عشان تاخدوا بس الخطوه الاولى وجربوا، يعني صدقوني لما تجربوا هيفرق معاكم جامد. وزي ما انتم عارفين التواصل عن طريق الارقام الموجوده على الشاشه، التواصل عادي وكمان واتساب وكمان معانا الاثنين بيج، وان دايت ودايت لايف. يلا بينا ناخد ريفيوهات الجميله بتاعتنا اللي انا شخصيا بحبها جدا. اول ريفيو معانا، انا كنت 100 كيلو قبل استخدام الكورس وبقالي اسبوع خسيت من 100 كيلو بقيت 92 في اسبوع، يعني 8 كيلو في اسبوع. في اسبوع؟ انا بقول في ناس من اول 4 و5 كيلو على حسب برضه. برافو. الريفيو الثاني، والدتي اخذت الكورس من عندكم ونزلت عليه 10 كيلو بصراحه ممتاز. في مده قد ايه؟ يعني المتابع بيقول لها اللي بيتابعها او اللي بتتابعها بتقول لها في مده قد ايه؟ انا طلبته علشان النتيجه اللي شفتها مع والدتي. حوالي شهر. يعني والدتها نزلت 10 كيلو في شهر. واخدين بالكم ان قد ايه الحاجه مظبوطه؟ ان اول ريفيو نزل 100 كيلو، نزل 8 كيلو في اسبوع، لكن هنا علشان الست كبيرة وكمان كبيرة نزلت عندها كمان كده بيبقى أقل، وحاجة كويسة جدا 10 كيلو في أسبوع. بتقول لك بقى أنا عايزة أجربه زي ما والدتي جربته لأن والدتي نزلت عليه. لا برافو، لا تمام يا حبيبتي، وإن شاء الله حضرتك هتلاقي نتيجة أفضل كمان أحسن. الريفيو الثالث، دكتورة دكتور مريم، أنا مبسوطة قوي والله ومش عارفة أقول لك إيه، أنا بقيت 93 كنت 104 بقالي شهر. حلو جدا، اللهم بارك يا حبيبتي، استمري بقى. حلو جدا، برافو وكملوا. ايوه ودي الحاجات يعني طبعا 93 قصتنا. كل ما نشوف حد بينزل في الوزن بقى مبسوط، الحاجات دي شجع جدا أكتر. بتفرحنا جدا. ايوه طبعا فدي حاجه بتبسطنا كلنا يعني. ايوه وكمان بتبسط المتابع ان في نزول في الوزن، وعلى فكره الحاجات دي كلها بيكونوا كلها مستاذنين طبعية. منهم ان هم ينزلوا، ان هم نزلوا في الوزن، ان هم ياخدوا سكرين شوت من المحادثات، فحاجه بتبقى لطيفه قوي. تعالوا بقى دلوقتي الفقره اللي انا بموت فيها، انا بحب كل الفقرات بصراحه، انا بحب البرنامج من اوله لاخره. فقره اسئله السوشيال، وانتوا عارفين ان البيجات بتاعتنا وان دايت ودايت لايف بيجي لنا عليها اسئله السوشيال، يعني الناس اللي مش بتعرف توصل لنا عن طريق الحلقه بتدخل وتكتب لنا كومنتات ورسائل ان هم عايزين يسالوا عن الحاجه اللي هنقولها دلوقتي. تمام، زي ما انتوا شايفين البيج بتاعتنا تاني موجوده على الشاشه، دايت لايف، والبيج الثانيه وان دايت، الاثنين بيج دول بتوعنا علشان تسالوا او تستفسروا او تطلبوا كل حاجه تخص منتجاتنا. اول سؤال معايا بيقول لك، انا ريهام، من ريهام محمود، اخويا عنده 17 سنه ووزنه 80 كيلو وجربنا معاه طرق رجيم كتيره وبرده مفيش فايده وبيتكسف يروح المدرسه، هل الكورس مناسب ليه؟ هي بتقول ان هو عنده 17 سنه وزنه 80. هي ما بعتتش عامه الطول، بس الواضح ان هو مش طويل يعني. طبعا الكورس مناسب جدا ليه، هي يعني ان هو غير ان هو يخليه، طبعا اكيد هو بياكل كتير، عنده مشكله ايا كان، عنده اي مشكله صحيه، عنده حاجه في الحرق، عنده اي حاجه، الكورس ده هيناسبه لانه هيديله حيز في المعده، هيحسسه بالشبع والحرق عنده هيبتدي يشتغل. فطبعا اكيد هيناسبه الكورس لثلاث شهور، لان هو هي طالما بيتنمروا عليه يبقى هو شكله عنده وزن زايد، يعني مش بس. يا ريت بعد كده الاسئله تكون اوضح، ان الوزن 80 كيلو فين الطول؟ اخدت بالكم؟ ايوه يعني لو طوله 180 هيبقى وزنه مناسب، بس الواضح ان هو قصير يعني مش طويل، فكده يبقى هو شكله عنده سمنه مفرطه يعني. ايه رايك ناخد ساميه؟ الو يا ساميه. الو. ايوه يا سمسم. الو يا حبيبي. الو يا ساميه. مدام سماح مجدي من طنطا. مدام سماح مجدي، قلت ساميه ليه؟ اهلا اهلا، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي. نعم اتفضلي. بجد كل سنه الله يبارك لهم، بجد بجد انا خدته فعلا ومن قيمه 15 يوم وخسيت وماشيه على نظام الدكتوره فيروز. نظام الدكتوره فيروز قد ايه بقى؟ نزلت 5 كيلو في 15 يوم، في 12 يوم.
5 كيلو في 12 يوم يعني في اسبوعين يعني حلو جدا ما شاء الله. حلو. انت كان وزنك كام؟ انا كنت باخد الفلوكسين. يا سلام. وزني كان 83. وزنك كان ايه؟ كان 83. وبقيت يعني مش الاوزان اللي هي فوق ال 100 بتنزل كتير. بقت 76. نزلتي 6. وبتقول لك مريضه غده. تاخد الفلوكسين. فممتاز. باخد الفلوكسين. حلو جدا هي يعني اصلا عندها مشكله كده في الحرق بس حلو جدا انه صعب جدا ينزلوا 5 كيلو في 12 يوم مع الغده. اصل الغده فيها مشكله. ايوه بتعمل مشكله اصلا في الحرق. بتقلل الحرق جدا. الف سلام عليك. برافو برافو يا حبيبتي كملي وتوصلي اللي انت عايزاه. معانا محمد عبد الله عندي 50 سنه وعندي السكر والقلب هل ممكن اخد الكورس؟ عنده 50 سنه وعنده السكر وعنده الضغط طبعاً. هل ممكن ياخد الكورس؟ طبعا ينفع زي ما قلنا ان هو عباره عن كلها مواد طبيعيه مصرحه من وزاره الصحه. عنده 50 سنه احنا ممكن ناخدها من اول سن البلوغ زي ما قلنا لحد كبار السن. وعنده قلب عنده ضغط وسكر. بيقول ان هو عنده السكر والقلب. طبعا ينفع لان اي كل الناس اللي عندها امراض مزمنه ممكن تاخد معانا الدواء ومفيش اي مشكله تماما. بالعكس ده هو لو عنده طبعا سكر من يعني بيساعد كمان بس لو ما كانش عنده سكر مرضي يعني بيساعد جدا لان في ناس معانا ما بقاش يعني السكر راح من عندها مجرد ما وزنهم نزل. ايه رايك نعيد كمان مره العروض والخصومات ونرجع تاني نكمل اسئله السوشيال؟ ايه رايك؟ طبعا حبيبتي. معانا عرض الشهر الاناسيليا عليه 40% وكريم بشره وفيتامين دي. ومعانا عرض الشهرين اللي هو الاناسيليا والماجيك بوكس عليه تخفيض 50% وكريم شهاده ترهلات وفيتامين دي. ومعانا عرض الثلاث شهور اللي هو الاناسيليوم والماجيك بوكس والفيدين وعليه تخفيض 70% وكريم شد ترهلات وفيتامين دي. ده غير ان المتابعه مجانيه والشحن مجاني لكل محافظات مصر. شكرا ليكي شرفتينا ونورتينا. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ مش هنكمل احنا هناكل السوشيال. خلاص احنا هناكل وهنقول لكم ايه؟ هتوحشونا ونشوفكم ان شاء الله في حلقات اجمل واجمل. احنا هندوق هنا بقى كده. ايوه ونشوفكم في حلقات اجمل واجمل. السلام عليكم. على السلامه.